للمزيد تنضم إلينا من القدس المحتلة مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية. دانا، أعود إليك مجددا لتحديث المعلومات بشأن الموقف السياسي الإسرائيلي مما يحدث الآن سواء في رفح أو على المستوى السياسي ومستوى المفاوضات. نعم خالد، قبل قليل ورد خبر عاجل عن تنفيذ غارات جوية مكثفة على بعض المناطق في رفح جنوب القطاع، ولربما هذا أيضا يعني دلالة على التحرك الإسرائيلي اتجاه تنفيذ عمليات محدودة محصورة الأهداف كما يصفها الإعلام الإسرائيلي في منطقة رفح تحديدا. ولربما ما حدث أمس من خلال إعادة المحتجزين هو يعني ما تنوي إسرائيل المضي قدما فيه من خلال تبريرها للعمل العسكري في رفح، وهي ما تروج وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن هذا العمل العسكري ومزيد من الضغط العسكري سيولد انفراجات سواء على صفقة التبادل أو حتى على مستوى تحرير محتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، تتغنى بهذا بوصفه نصر مطلق وحاسم سيكون للجانب الإسرائيلي، وخاصة بعد وصول معلومات استخباراتية للجانب الإسرائيلي حول أماكن تواجد بعض المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية. ولكن هناك نقطة لافتة مهمة كانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد تحدثت عنها، هي أن وجود هؤلاء المحتجزين الاثنين اللذين تم الإفراج عنهم من قبل الجانب الإسرائيلي كانا في شقة سكنية. هذا يدلل ربما بأن مسؤولية يعني حصار أو مراقبة المحتجزين الذين تم العثور عليهما هما ليس بقبضة حركة حماس، ولربما هنالك فصائل فلسطينية أخرى لديها محتجزين منذ 7 أكتوبر، أو حتى بعض الترجيحات الإسرائيلية قالت أنه في 7 أكتوبر تمكن مجموعة من المدنيين الغزيين من الدخول واجتياز المناطق السياجية والحدودية، ولربما هؤلاء المحتجزين كانوا برفقة مدنيين غزيين. لذلك هنالك العديد من المباحثات الاستخباراتية ومحاولة جمع معلومات من الشباك والموساد الإسرائيلي خاصة فيما يتعلق بملف المحتجزين. هذه العملية العسكرية كما وصفناها يعني تلقى إشادة وموافقة من المستوى السياسي والعسكري، ولربما هنالك موافقة مطلقة بين أعضاء كابينيت الحرب، ولكن هنالك صوت مغاير لهذا الصوت وهو صوت زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لبيد الذي قال بأنه لا يمكن الحديث اليوم عن عملية عسكرية في رفح لأن الجيش الإسرائيلي لن يكون جاهز في غضون أيام قليلة أو حتى أسابيع قليلة لشن هذه الحملة العسكرية، والأولى اليوم الحديث عن المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية وبأن يكون على سلم أولويات هذه الحكومة الإسرائيلية ملف المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية بعيدا عن صورة النصر الذي يحاول المستوى السياسي والمستوى العسكري البحث عنها من خلال اجتياحات برية أو عمليات عسكرية في قطاع غزة. هذا الصوت الوحيد المخالف إسرائيليا كان لزعيم المعارضة الإسرائيلي لبيد الذي طالب بأن يتم تأجيل هذه العملية، وخاصة أن عملية كهذا وفي نقطة محورية كهذا وخاصة أنها على الحدود المصرية قريبة من الحدود المصرية أو أن مساحتها لا تزيد على 55، كل هذا يدلل بأن الجيش الإسرائيلي يجب أن يكون لديه خطة محكمة للتصرف والتعامل، وخاصة مع وجود أعداد كبيرة من النازحين هناك ووسط كل الانتقادات الدولية والعربية من أن تحرك عسكري في منطقة رفح قد يولد عوائق كثيرة في علاقة إسرائيل مع الدول الأخرى وعلى رأسها الإدارة الأمريكية التي طلبت منه أن يكون هنالك خطة محكمة لضمان سلامة المدنيين في رفح وبأن لا يكون أعداد المدنيين الشهداء من الفلسطينيين في ارتفاع بسبب هذه العملية العسكرية. وحتى تسريبات إسرائيلية قالت بأن هنالك يعني خوف على العلاقة مع العلاقات العربية ولا سيما المصرية في نقض وإلغاء اتفاقيات السلام إذا ما كان هنالك تحرك مغاير لكل هذه الاتفاقات الدولية. نعم، دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، شكرا لك دانا على هذه المعلومات.